خلينا بقى يا كريم نقول ان امبارح كان في عفوا امبارح كان في احداث كتيره جدا، ونبدا طبعا بمباركه للنادي الاهلي على تاهله لنصف النهائي. طبعا الاهلي قدام صن داونز كان يستحق الفوز، الاهلي كان ممكن يكسب امبارح كمان تعادل. بالمناسبه الاهلي هو الفريق الوحيد في هذا الدور اللي ما خسرش ذهابا او ايابا، يعني فاز في مباراه الذهاب وتعادل في مباراه الذهاب، فاز وفي مباراه الاياب تعادل. كل الفرق كسبت في مباراة الذهاب وخسرت في مباراة الإياب، الفرق الصاعدة يعني. أما الأهلي فهو حقق أحسن نتائج في هذا الدور. الأهلي امبارح تحس إنه بقى عنده شخصية البطل القديمة، النادي الأهلي اللي مش قديمة قوي يعني، احنا بنتكلم من كام شهر يعني. الأهلي طول الوقت بطل، طول الوقت رجله ثابتة، طول الوقت هو اللي ليه أفضلية على أي فريق بيلعبه، والأهلي امبارح أثبت ده. مدرب معاه رائع جدا رينيه فايلر، اللي لازم إدارة النادي الأهلي من اللحظة دي، مش من اللحظة دي كمان، من امبارح وأول امبارح تكون بتفكر إزاي تجدد له عقده، عشان هو عقده هينتهي من نهاية الموسم، وخسارة كبيرة جدا جدا بغض النظر عن النتائج إن فايلر يرحل عن النادي الأهلي. قول لي إيه رأيك يا أميرة؟ طبعا ده أكيد، وعايز أقول لك كمان إن النادي الأهلي والنادي الزمالك تأهلهم لنصف النهائي دي أول مرة من 15 سنة النادي الأهلي والزمالك يتأهلوا لنصف النهائي. شكلنا كده رايحين لفاينل، يعني إن شاء الله فاينل يكون بين الأهلي والزمالك. بالمناسبة الأهلي قدامه فريق قوي جدا هو الوداد المغربي، والزمالك أيضا أمامه فريق مغربي آخر قوي جدا هو الرجاء، وبالتالي المواجهة صعبة جدا في نصف النهائي، ولكن عندي إحساس كبير جدا إن احنا رايحين لنهائي مصري خالص بين الأهلي والزمالك إن شاء الله، ونفرح في النهاية للكسبان فيهم سواء كان أهلي أو زمالك.